ووزارة الفلاحة راهو في 2011 كانت 15000، توا فيها 31000. معناتها راهو العدد هذايا قال لك حتى اليبوك، حتى كانوا يدخلوا في الموالين لحركة النهضة يقولوا لهم ادخلوا في اطار هذيك المنظومة نتاع عملة الحظائر خاطر باش نسويو لكم وضعيتكم. نحكي على وزارة الفلاحة، سامحوني غلطت. وانت قلت دون وجه حق تعينوا دائما مش هذوما اي لي بروموسيون اللي قالت لي عليهم لا 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 اي سي دي بروموسيون هكاك. مازلنا مواصلين.